استعلامات. سوف نقوم بتطبيق المثال السابع ضمن قاعدة البيانات المفتوحة الاستعلامات. المثال السابع هو من جدول الإدارة: استعلم عن أسماء المديرين الذين أسماؤهم تتكون من أربعة أحرف آخرها الحرفان ميم راء مظهرا الحقول، الاسم الأول واسم العائلة وتاريخ الانتساب. من تبويب إنشاء ننقل على تبويب إنشاء ثم على أيقونة تصميم الاستعلام، فيظهر مربع حوار إظهار جدول. نختار جدول الإدارة ثم ننقر على زر إضافة، ثم نقوم بإغلاق مربع حوار إظهار جدول. نختار الاسم الأول من جدول الإدارة بالنقر المزدوج، فيظهر في شبكة تصميم الاستعلام. ثم ننقر على اسم العائلة، ثم على حقل الراتب الشهري. الخطوة الثانية نقوم بإضافة المعيار المطلوب، وهو أن تظهر أسماء المديرين الذين تتكون أسماؤهم من أربعة حروف آخرها ميم راء. نأتي إلى حقل اسم الاسم الأول، نكتب معامل التشغيل لايك، ثم علامتين تنصيص، ثم نكتب إشارتي استفهام، وكل إشارة استفهام تدل على حرف مجهول. ثم نقوم بكتابة الحرفين الأخيرين وهما ميم راء، ثم نقوم بإضافة علامة تنصيص، ومن لوحة المفاتيح نضغط على مفتاح الإدخال إنتر، ثم نقوم بتشغيل الاستعلام. نلاحظ ظهر سجلين فقط، سامر وعامر، أربعة حروف ينتهي كل منهما بالحرف ميم راء. لو أردنا تعديل هذا المعيار نقوم بعرض الاستعلام بطريقة عرض التصميم، تظهر شبكة تصميم الاستعلام. لو أردنا أن نظهر فقط الأسماء التي تتكون من أربعة حروف، نقوم بحذف المعيار ثم نكتب بعد حذف المعيار، ثم نكتب، طبعا نحول اللغة، ثم نكتب لايك معامل تشغيل لايك علامتين تنصيص، ثم أربع إشارات استفهام ولكن في اللغة الإنجليزية، ثم نقوم بتشغيل الاستعلام. نلاحظ بأن الأسماء التي تتكون من أربعة حروف ظهرت في الاستعلام لو أردنا أيضا تعديل هذا المعيار الذي كتبناه، نريد إضافة إلى شبكة الاستعلام إضافة حقل آخر، وهو حقل اسم الأب. نريد إضافة حقل اسم الأب بحيث يظهر قبل اسم العائلة. إذن من زر إدراج أدرج حقل فارغ، نختار من جدول الإدارة اسم الأب، نريد إظهار، طبعا لو فتحنا جدول الإدارة للاطلاع على جدول الإدارة اسم الأب، لو أردنا إظهار أسماء المديرين الذين اسم الأب لديهم يتكون من أربعة أحرف، أولها الحرف ميم. إذن أولا نقوم بحذف المعيار السابق حتما، حتى لا نطبق معيارين معا على الاستعلام. نكتب في حقل اسم الأب، بما أن الحرف الأول معروف نكتب الحرف الأول وهو عبارة عن ميم، ثم نحول اللغة ونكتب أربع إشارات أو ثلاث إشارات استفهام، ثم نضغط على
مفتاح لإدخال إنتر. نلاحظ هنا مباشرة بدأنا بكتابة الحرف ميم، بعدها ثلاث إشارات استفهام اللغة الإنجليزية فقط، وضغطنا على مفتاح إنتر، فمعامل التشغيل بشكل تلقائي كتب في حقل اسم الأب. طبعا ملاحظة مهمة جدا، عندما نبدأ بكتابة رمز نجمة بحيث يكون الحرف الأول مجهول، فلا بد من كتابة معامل تشغيل لايك ثم علامتين تنصيص. أما إذا بدأنا بكتابة حرف، يكفي أن نكتب حرف وثلاث علامات استفهام أو حسب ما يطلب، وننقر على زر انتر. نقوم بتشغيل الاستعلام. كيف نقوم بتشغيل الاستعلام هنا؟ نلاحظ بأن تبويب أدوات الاستعلام تصميم، ثم ننقر على زر تشغيل الاستعلام. نلاحظ بأن هناك سجلين فقط من سجلات المدراء الذين أسماء الأب تتكون من ثلاث حروف، أولها الحرف ميم. لو أردنا تعديل هذا الاستعلام، تعديل معيار الاستعلام بحيث وضعنا معيار آخر ضمن الراتب الشهري، بحيث يكون الراتب الشهري أكبر أو يساوي 450. إذن أصبح لدينا معيارين في شبكة تصميم الاستعلام. إذن لابد أن ينطبق الشرط الأول والشرط الثاني على السجل، شرطين معا حتى يظهر السجل. نقوم بتشغيل الاستعلام، فنلاحظ لا يوجد هناك سجلات قد حققت هاتين الشرطين. لو عدلنا وحذفنا إشارة المساواة أكبر من 450 وشغلنا الاستعلام، أيضا لا يوجد هناك أي من السجلات حققت الشرط المطلوب. لو قلنا بأن الراتب أكبر من 200 وشغلنا الاستعلام، نلاحظ بأن هناك سجلين قد حققا الشرط. السجل الأول حقق الشرط حيث بدأ الاسم الأب بالحرف ميم عبارة عن 4 حروف. هكذا نكون قد استوضحنا معنى أن ندخل معايير الاستعلام في شبكة تصميم الاستعلام. لو أردنا حذف كافة المعايير الموجودة في الاستعلام، طبعا نقوم بتحديد صف المعايير بالكامل ثم نقوم بحذف صفوف. لو أضفنا معيار لاسم العائلة بحيث تظهر السجلات، سجلات المديرين الذين أسماء عوائلهم مكونة من 4 أحرف فقط. إذن البداية نبدأ في إشارة الاستفهام، فيعني ذلك أننا نكتب معامل تشغيل لايك ثم علامة تنصيص ثم إشارة استفهام عدد 4 إشارات، ثم نقوم بكتابة علامة تنصيص أخرى، ثم نضغط على مفتاح الإدخال إنتر، فنلاحظ كتب معامل التشغيل في حقل اسم العائلة تشغيل الاستعلام، فظهرت سجلات المديرين الذين أسماء العائلة عندهم تتكون من 4 حروف. لو أضفنا معيار آخر وقلنا مع اسم العائلة الراتب الشهري أكبر من 450، إذا لابد من تحقق الشرطين معا حتى يظهر السجل. نقوم بتشغيل الاستعلام، نلاحظ فقط سجلين ممن حققوا الشرط المطلوب الذي وضعناه في الراتب الشهري. لو وضعنا أصغر بدل أكبر، أصغر، ثم شغلنا الاستعلام، نلاحظ بأن هناك سجل واحد الذي حقق الشرط، سجل واحد الذي حقق الشرطين
حقق الشرطين معا، اسم العائلة والراتب الشهري أصغر من 450. لو أردنا إخفاء حقل الراتب الشهري نقوم بالنقر على إشارة الصح من صف إظهار، نقوم بالنقر على إشارة الصح، نقوم بتشغيل الاستعلام. نلاحظ أن حقل الراتب الشهري قد أخفي من نتائج الاستعلام. لإظهار حقل الراتب الشهري أيضا نقوم بوضع إشارة الصح. لحفظ الاستعلام باسم نقوم بالنقر على أيقونة حفظ من شريط أدوات الوصول السريع، أو من استخدام لوحة المفاتيح كنترول اس، أو من قائمة ملف حفظ، فتظهر أو يظهر مربع حوار حفظ باسم. نكتب اسم الاستعلام مثلا بيانات الموظفين، حول لغة، بيانات الموظفين، ثم ننقر على زر موافق. نلاحظ بأن الاستعلام بيانات الموظفين قد أضيف إلى جزء التنقل. لإغلاق الاستعلام نقوم بالنقر على إشارة إكس الموجودة في جزء أو في قسم المستندات المبوبة. لحذف الاستعلام بيانات الموظفين نقوم بتحديد الاستعلام ثم بالنقر بالزر الأيمن. إذن أولا نحدد الاستعلام بالنقر بالزر الأيمن، نقوم بحذف الاستعلام، ننقر على زر موافق. نلاحظ بأن الاستعلام قد حذف من الاستعلامات الموجودة في كائنات أكسس.